العدو احكم حصاره حوالين السويس. تفاصيل حصار الميت يوم اللي من غير ميه، من غير كهرباء، من غير اكل. مدير التموين كان يعتبر شخصيه محوريه في هذا السياق، وكانوا بيدوا كل واحد في السويس في الاول رغيفين في اليوم. بقيه المصريين الوجبه الاساسيه كانت الفول، اللي هي دي اهم حاجه. صعب في السويس. العسكري كان فرحان ان هو ماشي، انا كنت حزين ان انا سايبه ماشي. شرازم من الفئران مزعوره طول الليل لغايه فجر يوم 5. لمدينه السويس لم تدافع عن نفسها فقط، تحمل في عنقها اسم الشعب المصري كله. صمود السويس الجمعه في 7 مساء على الوثائقية.